احبكم بالله. هنا باب اليمن، احنا الان الساعة 8:30 مساء، ها هو باب اليمن ونحن في صنعاء اليمن. اليمن صنعاء اليمن، انا عابر حاليا. هنا اللوز الصنعاني والفستق وجميع انواع اللوز ما شاء الله في سوق اليمن في صنعاء في هذا المحل ما شاء الله تبارك الله، اسعار رخيصه اللوز والفستق. مع متابعين 90,000 اطرح لها هذا، وهذا هو كرت المحل مركز ابو هيثم الخولاني لاجود انواع الزبيب واللوز. دروس يقول لي 6,000 زبيب امريكي، لوز امريكي في داخل حضرموت. وهذا محل عطورات ما شاء الله تبارك الله. غالي Thank you.